خير. تاج ان هيدي الفقره يلي من اسبوع لاسبوع منضوي من خلالها على كل الاخبار يلي عم تروح فايرل على مواقع التواصل الاجتماعي مع زميلتي انطوانيت علوين. صباح الخير. هاي بيا، كيفك؟ تمام، انت كيف؟ منيحه. تمام، يعني بعد فرصه طويله. كيف كانت هالعطله معك؟ اخبار حزينه. الاخبار حزينه وان شاء الله هيك كله مرق على خير وروقته ومرقت العطله منيحه ان شاء الله تكون مرقت على اللبنانيين. نحن بدنا نجدد معايداتنا لكل اللبنانيين يلي كانوا عم يتبعوا التقويم الشرقي ونقول لهم فصح مجيد والمسيح قام. ان شاء الله بتكون هيك اعياد مجيده مرقت بسلام وبهدوء. في اليوم اخبارنا متنوعه يعني عابره للدول والقارات. انا هيك قسمتهم حسب البلدان. رح نبتدي من الأرجنتين. من أول بلد؟ بالأرجنتين. أوكي. فازت أرجنتينية بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 ودخلت التاريخ كأول متسابقة، طبعا تبلغ من العمر 60 عام. وبتفوز بهيدا اللقب المرموق لأنه كل سنة كل العالم يعني بينطر مين بده يكون، مين بده تتسلم هيدا المركز وهيدا المنصب. وأثبتت أليخاندرا رودريغيز أنه العمر هو مجرد رقم. وقالت رح نفتح مرحلة جديدة لتكون فيها المرأة مش بس جمال جسدي فحسب بل مجموعة أخرى من القيم. على كل حال اليوم النساء والرجال يعني على حد سواء، بتحسي العمر صار رقم فقط لغير، يعني ما بتحسي بقى حدا عم يكبر، كله بالعكس بيصغر وبيرجعوا لورا. صحيح، وبصير السؤال مين الحكيم يلي عم يتابع اللي عم بيصغر مش عم بيكبر. فان شاء الله المره هيك والامراه بشكل عام بتضل راضيه عن نفسها وبتهتم فعلا بشكلها وبسلامتها النفسيه لانه ما بتقل اهميه ابدا عن الشكل الخارجي. طبعا اكيد، وعلى كل حال يعني الاهتمام بالشكل الخارجي مش غلط ابدا، يعني هيدا كمان دليل اناقه ورقي، وبنفس الوقت كمان السيده اليوم بتحس بثقة أكبر لما تهتم بشكلها. وحتى الرجال كمان اليوم ما بقى عم بيهملوا هيدا النقطة، صاروا كمان هن السباقين بهيدا المجال كمان. فعلا بتلاقيهم يعني منافسين وموجودين بالعيادات بالدرجة الأولى. صحيح. قبل ما ننتقل للخبر الثاني، بيا امبارحة كان 6 أيار مناسبة عالمية، وعين هيدا النهار هو اليوم العالمي للاحمية العالمية، وبيدعو لكل الأشخاص يتصالحوا مع نفسهم. طالما نحن عم نحكي عن الشكل الخارجي، عن جسدهم كيف ما كان الوزن وقد ما كان. صح. بحاجة لتحسينات. فبيقولوا بهيدا النهار أنه إذا كنت قادرة صحيا، إذا الصحة منيحة وقادرة فعلا تهتمي تغيري بشكلك وبوزنك، go for it. إذا لا مفروض تتقبلي حالك مثل ما أنت. صح. تلبسي شو بترتاحي وتاكلي الطعام يلي وتعرفي تختاري كمان اللباس يلي بناسب جسم كل امرأة أو بناسب كل شخص. وحتى المعايير الجمالية العالمية تغيرت كمان، يعني المقاييس كلها تغيرت. مش مزبوط أنه يعني الامرأة المليئة يعني هي امرأة لا يحق لها أنه تشارك بمسابقات جمالية، والعكس صحيح. يعني مش أنه إذا الواحد ضعيف يعني خلص هيدا هو الجمال، هيدا هي النسبة يعني أو هيدا هو المعيار للجمال. لا، الامرأة جميلة كيف ما كانت. أنا ما في عندي بنظري ما في امرأة بشعة، الامرأة هي اللي بتعرف كيف تهتم حاله وتوصل الصوره الحلوه عنها. يعني المفروض يكونوا الناس كلهم بيا طلعوا من هيدا الترند يلي بتمرق عبر السنين، يعني بيمرق سنتين ثلاثه الضعف هو معيار جمال، من بعدها الجسم المليء هو معيار جمال. لا، المفروض كل شخص هو شو بيلبق له. صح. ويكون شايف حاله بنظر نفسه جميل ويشتغل على هيدي الصوره، هي هو الجمال بالدرجه يقتنع بحاله ويثق بحاله. هيدي اهم نقطه حتى الواحد عن جد يكون جميل من الداخل والخارج. صحيح. من الارجنتين ما بعدنا كثير، بننتقل للبرازيل. البرازيلية تظاهرت بأنه عمة على قيد الحياة للحصول على توقيعه لمحاولة استحصال قرض بنكي. فجابته، خلينا نشوف الفيديو ومن بعدها بنكفي. Então segura, seu segura. Poste pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é porta. Não vi. Não, a gente também não. Segura, tio. Obrigado. Assina pra não me dar mais dor de cabeça, fica no cartão, não sei o que. Não gosto mais. Não, acho que ele não tá legal. Sim. É.
Ele não tá bem, não. Tá sentindo alguma coisa, mas ele não diz nada? Não, acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. العالم اليوم رح يتفاعل مع هيدي في اعتبارها قضية، يعني هيدا شيء غير مسموح، يعني هيدي في اعتبارها أنا هون جريمة، لأنه ما بحق لها للقضاء شغلة. يعني للمدام، ولأنه هي وخصوصي بالفترة الأولى جربت تتعامل عمها كأنه هو بس بيعاني من مشاكل صحية بس بعده على قيد الحياة بصورة تامة ونهائية. يعني هيدا أول شيء انتهاك لحقوق الإنسان وفي حرمة للموت، يعني ما بحق لها تتصرف بهذه الطريقة. وبغض النظر نفترض أنه هو نايم أو منيمته أو جبرته على شيء، يعني كمان هون بالإكراه، يعني القصص عم بتصير بالقوة، ما بتصير هالخبرية، وما بعرف يعني هون القانون كيف بيحاسب وبيعاقب على هيك شيء. هلا هو عادة نسمع بكثير أحداث أنه بيتم استغلال كبار السن لتنازل عن عقارات أو أملاك قبل وفاتهم، كمان هيدا الشيء هن ما بيكونوا واعيين 100% على التصرف يلي عم بيعملوه أو بأي اتجاه هن عم بيتركوا هيدا الإرث أو هيدي الثروة، بس هون يعني كسرت ال وعلى العلن يعني المعايير وموثقة يعني القصة، يعني ما بعرف فهيدا الفيديو كمان تم تداوله بشكل كتير واسع. نعم. من البرازيل انتشر فيديو صادم وبكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ببين طالب مراهق من أصول أفريقية قام بصفع معلمته عدة مرات على وجهها بأحدى المدارس الثانوية بولاية نورث كارولاينا. قد ايه محقون هالصبي منها للمعلمة حتى فش خلقه، يعني ضرب كبير يعني. ايه على كل حال، يعني الولد لما يكون عم بيعبر بهيدي الطريقة أكيد وصل لمرحلة كان عن جد محقون أو مضغوط، يا إما عم بيعيش هيدي الحالة ببيته أوكي، وبالنسبة له صارت ردة فعل طبيعية أنه يتصرف بهيدي الطريقة. بس في شغلتين غريبين بيا صاروا بهيدا المشهد. أول شيء المعلمة ما عملت ردة فعل أبدا، يعني ما دافعت عن نفسها، والشغلة الثانية الشخص يلي عم بيصور كمان ما جرب يدافع عن المعلمة، ففي شيء يعني هيك غريب بالقصة، يعني كأنه كان في تقبل لأنه برا ما يعني بيجربوا قد ما بيقدروا أنه ما يكون في عنف تجاه الأطفال أو تجاه الآخر، يعني هيدي السياسة المعتمدة داخل المدارس وحتى بمجتمعاتهم، يعني عندنا بلبنان كمان، يعني هيك إذا بتلاحظ صار حتى الأستاذ بطل بيوجه ملاحظة قاسية للطالب، بطل في عنده بونيسيون أو قصاص. كنا قبل إذا غلطنا أو ما عملنا الدفوار تبعنا أو وصلنا على المدرسة بوقت مأخر نطلع نقعد برات الصف نص ساعة، هلا لا ما عنا إياها هيدي بقى، وكلام حتى متسامحين أكثر معهم الطلاب، مش متسامحين لأنه عارفين إنه صار في وعي أكثر وممكن توصل الخبرية للأهل ومنها تتكبر، مش بس تضل محصورة بينهم بين دعوة بين محامي. صار في سوشيال ميديا وصار في مواقع طبعاً وفيديوهات بتفضح كتير، وصار الطالب واعي أكتر، صار بيروح بيخبر على اللي عم بيصير معه، وقد ايه هيدا الشيء ممكن يأثر على العامل النفسي كمان عند الطالب. يعني صارت الدراسات كمان عم تلعب دور والوعي صار أكبر. فعلى كل حال يعني نحن ما بنشجع أبدا على العنف ولا على الضرب، إذا قادرين نحل الامور بطريقه حبيه وسلسه وبتفاهم هيدا بيكون افضل. وينات من الخبر والتلميذ عنا بلوجر، وهون خبر مؤسف جدا، بلوجر روسيه عم تفقد حياتها من بعد التقاطها اخر سيلفي لها، وهيدا مشهد يعني مش جديد بيا، دائما بنشوف اشخاص بهدف شهره معينه او الوصول لنقطه ما حدا وصل لها قبل بيلاقوا حتفهم للاسف. للأسف قد ايه هيدا العالم عن جد عالم فيك، عالم الأغلبية عايشين فيه بكذب لا توصف. يعني بدنا نوعى على هيدا النقطة، مش كل شيء بنشوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو حقيقة، يمكن في أشخاص حتى بجربوا يشوهوا صورتهم أو يزيفوا صورتهم حتى العالم ما تعرفهم بالمجتمع، ولكن نحن بنشوفهم على السوشيال ميديا ومنتأثر فيهم. قد ايه في أشخاص بيصيروا عايشين هيدا الحالة وبيوصلوا لمرحلة معينة أنه ينهوا حياتهم أو توديهم للانتحار. للأسف يعني عم نشوف هيدي ظاهرة كتير صارت موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عند التين ايجرز عن جد. وللأسف يعني مفروض بقى هيدا الموضوع يتلقى له حل، يتعالى
البرنامج يصير في اكثر توعيه، اكثر توعيه باتجاه استعمالات المنصات والمواقع الالكترونيه. يعني هون عم نحكي عن فيديو كان ممكن يعني يعطيها شهره بعد اكثر من ما هي مشهوره، بس كان في احتمال اذا ما بدنا نقول اكثر من 50-50 انها تخسر فيها حياتها، وهيك صار للاسف. ما ننجر للاحداث والمشاهد يلي بنشوفها وما بنكون واثقين من مصدرها. وهيدا العالم يعني مثل ما حكيت عالم ذو حدين، يعني سيف ذو حدين، بدك تعرفي ايجابياته وسلبياته، وقد ايه عم بيكون في ابتزاز كمان على السوشيال ميديا. وحتى تيك توك بامريكا يحكى انه خلص تم ايقافه والغائه للاسف، يعني انه قد ايه هيدا الشيء خلص. يعني بتحسي كل الانفلونسرز وكل البلوجرز يلي على هيدا هيدي المنصه بتحسي شرشحوا بالعربي المشبرح كل الكونتنت، وشرشحوا الاعلاميين والبلوجرز والمثقفين وكل العالم يلي عن جد عنده محتوى له مغزى، لا اذا بدك يسوقوا يعني لهن افكارهم وارائهم اللي هي رخيصه كثير صارت بالاونه الاخيره. يعني بلاتفورم تيك توك اطاح فعلا مثل ما قلتي بكل شيء، بكل شيء اسمه كونتنت، بكل شيء اسمه افكار مقبوله او معلومات عامه تثقيفيه ممكن انها تفيد الانسان، فاجا وقطح فيها، فتح المجال لمين ما كان يحكي شو ما كان باي وقت بهدف الربح المادي للاسف. من روسيا لايران، ظاهره غريبه شفناها كلنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي السماء تمطر اسماك. صح، بايران هذا الفيديو كان صادم ومتداول بكثره. عاده في هيدي الحاله بتصير وقتها بيكون في اعاصير طبعا، فبتنتقل الاسماك. صح، من البحر الى اليابسه، او بسبب يعني اختلاف بدرجات الحراره، وبتكون نسبه الرطوبه كثير عاليه ودرجات الحراره، والذوبعه اللي بتصير داخل البحر كمان، الذوابع والتوربيونات اللي بتصير هي اللي بتحمل كمان الاسماك على الشاطئ ولا على الطرقات. هذا اللي صار يعني. اجت الرزقه، هيدا الرزق بحد ذاته ما شاء الله. يعني كل سمكه فيها، مش انه السمك الصغير، كل سمكه يعني بتجي شيء 200 جرام 300 جرام سمك كبير، يعني كان عم بيكون موجود بهيدي المنطقه عقبال ما تشتي مصاري على كل الناس المحتاجه. يعني هيك بتطبق اغنيه يا دنيا شتي مصاري. نعم، شتي علينا فلوس. عن جد عشرات الكلاب السائبه بمطار العراق. كمان ما كان حدا عم يعرف شو السبب، كلاب شارده عم بتهاجم الطائرات بمطار بغداد، ووسع هيدا المشهد العديد من المسافرين والمغادرين يعني من مطار بغداد. بعد بغداد لوين بدنا نروح؟ من بغداد على فلسطين، عثرت الشرطة الفلسطينية بمنزل متسول على مبالغ طائلة وعملات نقدية مختلفة. هيدا المتسول لقب عليه المتسول الثري، من بعد التدقيق طلع بحوزته هو وخيه 5 سيارات فارهة، مركبات يعني هيك نادرة الوجود كمان وغالية كتير. بهيدي الصور أو الفيديو ببين الممتلكات، تم القاء القبض عليه واعترف أنه هو بيوزع مجموعة من الأشخاص للتسول بالأماكن العامة وبياخد الغلة آخر النهار. طبعا على فكرة هيدا الشيء صار معي هون بلبنان، أنا لمرة كنت ألتقى دايما بشخص على الطريق كبير بالعمر، ما بعرف هيدا الشخص بتحس هيك بمودة تجاهه وحب ساعده. لهونيك نهار طالع لعند رفيقتي عم زورة بوجه البيت عندها في فيلا، بلتقى في هيدا الشخص، بسأل رفيقتي بقول لها شو بيشتغل هو هون، دايما حرام بشوفه على الطريق واقف وعم عم بيطلب المساعدة، بتقلي لا هو صاحب الفيلا. مش معقول. بلا، هي صارت فيها. نعم، كمان خبر من كم سنة لورا، متسولة أخذت ضجة كتير كبيرة، هي الأصل يمكن من شمال لبنان، كانت تتمركز بالحمرة، فمن بعدها اكتشفوا أنه يعني بتمتلك حوالي $1,000,000. يعني كانت ما يعني بالأسبوع يشوفوها بقلب البنك مرتين ثلاثة لهيدي المرأة. على مر السنين جمعت هيدا المبلغ الخيالي يلي ما قدر أي موظف عادي أنه ما بعرف إذا من وراء التسول وصلوا لهيدي صاحب الفيلا. نعم، وصلوا لهيدي المبالغ ولهالأرزاق، وإلا عندهم مشاكل نفسية يمكن، ما بعرف، بتخليهم لا هي عملية حسابية. أنا بقولها بالعكس، هن يعني اتجهوا للطريق هو الأسهل والأسرع لجني المال، قعدوا حسبوا أنا إذا موظف آخر الشهر قدي بقبض قدي بيبقى لي، وإذا بوزع مجموعات على الطرقات قدي ممكن أجني أرباح. طبعا هيدي الظاهرة يلي مفروض
المفروض يعني يتلقى لها حل لانه بعدها موجوده، وخاصه عماله الاطفال. يعني قد في ناس بلا رحمه بحطوا الاطفال على طرقات بلا تيب بلا حذاء باجرهم بس حتى يعني يشحدوا عليهم، هيك بالعربي المشبرح مثل ما هي باللبناني على اللبناني. اللي عم بيصير مفروض يكون في رقابه من قبل الدوله، ومفروض يكون في قانون يحمي الاطفال، لانه من حق كل طفل اليوم نزيل كبار، من حق كل طفل يكون عم يتلقى العلم مثله مثل اي طفل الآخر، ويكون عايش ضمن كنف عائلة بترعاه وبتهتم فيه. صحيح، هيدا الحد الأدنى يعني للطفولة وللإنسانية يلي ما بدنا تنفقد، وما بدنا نرجع نطالب ونرجع نبلش من الصفر، نرجع نأسس عن جديد. لا، هيدي حقوق بسيطة معتمدة عالميا. يعني بيا منختم بطفل لبناني متعدد المواهب بيتمتع بأذن موسيقية حسب ما قالوا أهله، بس يعني حصدت معزوفاته على مدى ساعات قليلة مشاهدات جدا عالية، ووصل للملايين بأقل من شهر. هيدا الطفل اللبناني، هلأ بدنا نتوقف مع الفيديو ونشوفه، فعلا موهوب من عمر 3 سنين، هو بيعزف على إيقاعات مختلفة. لحديت هلأ عمر 8 سنين اكتشفوا فعلا أنه موهبة جدية وما بينمزح أمامه أبدا. يلا خلينا نشوف. من وقت ما خلق حسيت انه في عنده اذن موسيقيه كثير عاليه. كنت حب انه كل وقت دربك قصص واعمل هيك بوم 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 بوم. وعينا لقينا انه البلاتفورم على انستغرام وتيك توك مكسره الدنيا، الفيديو اتونت فايرل. يعني هالفيديو اللي بتحضرون هو اللي اون ذا سبوت عم بيصيروا، انه هو عنده موسيقته بيلعبها بيلعبها بلا شيء بالمقابل. هذا الطفل نواة يلي مكسر الارض عن جد، من عمر 3 سنين بدا بالعزف، وقد ايه الاهل عن جد لعبوا دور كمان ايجابي بحياته لهالطفل. لما نكتشف هيدي الموهبه على صغار ونشتغل عليها وننميها، عن جد نكسب عباقره وفنانين كبار على كبر. ننتبه لهالنقطه، ما نهملها عند اطفالنا. كثير من الاهل لما يشوفوا موهبه عند طفل معين بجربوا يدفنوها، لانه بيعتبروا الدراسه هي اهم من كل شيء. بالعكس، لما ننمي الموهبه لما ننمي موهبته لحاله رح يرجع يعرف يختار الطريق الصح بالحياة يعني والاختصاص المناسب. صحيح، فيها يعني دايما بنسمع على الرقص، الرسم، الفن، الموسيقى، الغناء، كل يعني أنواع براس الأهل. لا، خليه ياخذ الشهادة وبعدين هدول يلاحق عليهم. لا، في يكون هلأ ان باراليل إذا نسقوا ونظموا الوقت، يعني بيسوى يكون معه شهادة وبيسوى هيدي الموهبة أبدا، يعني ما بيتعتم ولا بيضغط عليها. الحلو فيها بهيدا الموضوع أنه فعلا هو عنده حسن حظ أنه حظي بأهل عم بيقدروا له موهبته وعم بيدعموه، ويعني مثل ما شفته يعني واقفين قدامه سابقينه بخطوات. مشروع فنان عالمي نواة، ان شاء الله يا رب هيك مسيرته بتكون حلوه واللي ناطره احلى. وبدي ارجع اذكر ونوه انه دائما نحفز المواهب عند اطفالنا، نشجعهم، لانه مش كل شيء بالدرس، مش كل شيء بانه نحن نكون ماشيين على اذا بدك نورمز معينين ومنزح عنهم. يمكن بمحلات معينه نحن بحاجه حتى نكسر هذه القاعده، حتى نبدع بدراستنا وبتفوقنا، وحتى نكون كمان ناس مميزين ومتميزين. مش دائما الاوائل بالصف هن اللي بيكونوا اللي جايبين علامات عاليه ومرتفعه. نعم. قد ايه بتشوفي قديش بتتذكري من فتره كمان بيتاج ان كان معنا فيديو لاصدقاء التقيوا بالصدفه، فشاب عم بيقول لصديقه، عم بيقول له شفت تتعلم انه انت كنت كسلان انت وصغير وما كان بدك تفوت على الصف، ليك انا ما احلاني صرت محامي قد الدنيا. قال له انت شو عملت؟ قام قال له لا، كان عم بيقول له سوري مش محامي، قال له طبيب وجاي يحكم بالمستشفى اللي وراك. فقال له شفت تتعلم ليك كيف ضيعت وقتك وضيعت حياتك. فبيرد عليه زميله بيقول له هيدي المستشفى لإلي يلي انت جاي عم تشتغل فيها. فبتطلع المستشفى هي لصاحبه، انه طلع بزنس مان بمطرح من المطارح وكان راسه يعني مش باتجاه هيدا العالم
العلم المكثف او الكتب وال هلا بيقولوا الدنيا حظوظ، ولكن ما بعرف، انا بعتبر كل انسان بيشتغل صح بيعرف يستغنم الفرصة الصح كمان هو اللي بينجح بالحياة. بتجي الفرصة مرة واحدة، يا منلقطها ومناخدها يا منتركها وبتروح. فننتبه كتير منيح لثقافتنا لدراستنا. أكيد نحن ما عم نقول ما ندرس وما نتعلم، ولكن بنفس الوقت يعني نمي المواهب اللي عندنا، لأنه هي بتحفزنا على الدراسة الصحيحة والاختيار الصح. هيدي كانت فقرة التاج. إن بعد في شيء؟ لا، هيدي كانت فيها كل أخبار لليوم منوعة عالمية. جربت قد ما بقدر بعد عن الموضوع المستجد على الساحة اللبنانية، التيك توك يلي هو متصدر، والعصابة يلي انكمشت للمسير عم بيصير في أخذ ورد بهذا الملف بعد ما تسكر. مننطر التحقيقات لوين وكيف بتوصل وشو مصير التيك توك بلبنان، لأنه كمان في أحد النواب طلع وطالب بإقفال هيدي المنصة بلبنان. فبعدنا لهلأ ما بنعرف، كل اللي فينا نقوله إن شاء الله بتكون مرقت بأقل ضرر ممكن، وبتكون هيك إشارة للولاد للمراهقين للأهل بنفس الوقت للكل، هيك ينتبه ويعرف أنه الخطر مش وقت نظهر من البيت، ممكن يكون موجود بين إيدين ولادنا يعني بقلب المنزل وقدام عيوننا. نعم. على التليفونات يمكن لازم يكون في داخل المدارس حصة خاصة للتوعية على مخاطر السوشيال ميديا، مثل ما في حصة خاصة للتكنولوجيا وللكمبيوتر. مش صحيح. غلط، هيدي الحصة لازم تكون موجودة، عم نوعي نحن قدر المستطاع. والنقطة الأهم هي أنه الأهل هن اللي بيلعبوا الدور الأساسي بتوعية أولادهم وبالرقابة اللي المفروض يفرضوها على أولادهم. يعني الولد لما يوصل أنه يروح لحاله عند الكوافير، أو حتى يكون معه هالقد مبلغ كبير يعطوه باسبور يقدر يحصل على الباسبور ويسافر لبرا، يعني الأهل هون نايمين أو غافين، ما سألوا ولدهم من وين حصلته، ليش هالمصاري وين راحت، أو كيف وصل الباسبور لعندكم وليش مسافرين، أو من وين يعني في كويشن مارك كتير كبيرة. صحيح. على كل حال نحن قد ما بنقدر نعمل وعي، والأهل بليز بليز انتبهوا لأولادكم، لأنه عن جد مخاطر السوشيال ميديا كتيرة وكبيرة. رح نروح بريك ومنرجع.